مناسبة عصفور النار، ايوه واحدة من المشاهد الغنائية اللي كنت بتتكلمي عليها الغنى وفردوس عبد الحميد، ايه الموضوع؟ لماذا تحرص فردوس عبد الحميد كثيرا على الغنى في اكتر من يعني في انا وانت وبابا في المشمش برضو، يعني في اكتر من عمل كنت موجودة ايضا كمطربة وفي التتر؟ هو والله مش أنا اللي بحرص، هو المخرج اللي بيحرص، أو المخرج والمؤلف يعني. وده يمكن يعني بينتهز فرصة إن أنا دارسة غناء في معهد الكونسرفاتوار، ففي بعض يعني مثلا عصفور النار عمل شبيه بالملحمي شوية، فيعني ينفع أن يبقى فيه أغاني ملحمية، فبيستعينوا بيا في هذا العمل. مثلا في عمل تاني كان اسمه وقال البحر، طبعا. من الأعمال الملحمية برضو، التتر بتاعه كمان كان جميل جدا. فبرضو من الأعمال اللي غنيت فيها. أنا وأنت وبابا في المشمش عمل، هو أساسا عمل غنائي، يعني محمود الجندي كان بيغني برضو فيه أنا وهو. يعني بابا عبده كان مثلا من الحاجات اللي هي كان مزيج من الكوميديا على التراجيديا، على الأب الجميل اللي هو دمه خفيف اللي ممكن يغني لأولاده وهكذا يعني.